جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حينما تقع الجفوة بين الزوجين شيخ صالح، كيف هو السبيل حتى تعود الأمور إلى طبيعتها الأولى، إلى شيء من الوفاق والألفة والمحبة، ولا سيما إذا كان هناك أولاد، هناك عشرة طويلة، هناك كبر في السن أيضا وهو محل العقل ونزاهة التفكير؟ أولا يجب على الزوجين أن يصلح ما بينهما من الخلاف، وأن يسوي ما بينهما من النزاع بأنفسهما. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فإذا لم يستطيع الإصلاح بينهما، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة حكمين. أولا على الزوج المرحلة الأولى إذا رأى من زوجته نشوزا فإنه يعالج ذلك بالطرق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهذه صلاحيات أعطاها الله للزوج بأن يعالج نشوز زوجته بنفسه، أولا بالموعظة، تخويف بالله سبحانه وتعالى، فإن لم تجد الموعظة فبالهجر في المضاجع، فإن لم تجد الهجر فبالضرب غير المبرح. وكذلك الزوجة إذا رأت من أو خافت من بالها نشوزا أو إعراضا، فكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، بأن تتنازل عن شيء من حقها عليه حتى تعود العشرة والألفة بينهما. المرحلة الثالثة إذا لم يستطع الزوج إصلاح زوجته، ولم تستطع الزوجة إصلاح زوجها، فهناك تشكيل الحكمين. قال سبحانه وتعالى: أبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فالقاضي شكل حكمين، والحكمان ينظران في واقع الزوجين وينظران في النزاع ويعملان على الإصلاح بينهما إن أمكن. وإذا لم يمكن الإصلاح بينهما فإنهما ينتقلان إلى حالة التفريق بينهما، لأنهما ليسا صالحين للبقاء على الزوجية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما يود أن يتلافاها الزوجان وربما أحدهما أكثر من الآخر هو هذا الموضوع، موضوع الفراق، موضوع الانفصال. هل من كلمة شيخ صالح ما يود أن يتلافاها الزوجان، أو بل ربما يكون أحدهما أكثر من الآخر، هو هذا الموضوع، موضوع الفراق، موضوع الانفصال. هل من كلمة حتى يتجنبوا هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا أن الزوج يحاول أن يصلح مع زوجته، وأن يترك ما ينفر زوجته أو يغضب زوجته عليه. إذا كان الخطأ منه فإنه ينصف من نفسه ويعدل الخطأ، وإذا كان لها عليه حق فإنه يؤدي حقها عليه. وإن كان الخطأ من الزوجة فإنها تصلح خطأها، تطلب المسامحة من الزوج. وبهذه الطريقة لا يحتاجان إلى الفراق، إنما الفراق يحتاج إليه عند الضرورة. إذا لم يمكن الوئام بينهما والإصلاح بينهما، فالبقاء على النزاع والشقاق لا يتحصل منه مصلحة زوجية، فالفراق في هذه الحالة أحسن. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نعم. كان بالشيخ صالح يقول إن أحسن طريق لتجنب الفصال، لتجنب الطلاق، هو أن يتنازل كل من الطرفين عن الآخر ولو في شيء من الحقوق. من حقوق. نعم. جزاكم الله خير. أن يتنازل عن شيء من حقوقه. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.